قومت الناس كلهم؟ لما تقوم بسرعة طيب شو اللي تكلمني؟ وش تعمل؟ اذنب يا خطاب عليكم يلا حيهم وجهي ليش كذا عفوس. عموما بإذن الله يمكن نص ساعة كذا إن شاء الله ونروح المطار. طبعا هذا بيروح المدينة خلاص رأي. هذا بيروح قطر كل واحد بيروح مدينة عاد أنا بتوجه للرياض إن شاء الله بإذن الله السلامة. الله يسلمك أهنيك أبفقدك والله يا حبيبي أهنيك توشي نتقابل إن شاء الله في الرياض أهنيك على الطقو بإذن الله بكرة بتنزل حلقة شفا البومب. ها متحمس تشوف حلقتي؟ من زمان من يوم رمضان وأنا متحمس شفا أنت وقت تدري أصلا ترك عم تنفض أنا تشوف الله يلعن عدوك عذبتك أعوذ بالله يا التعذيب وش ذا يا أخوي في مقطع ثاني سحبته في الطريق داري الله لا يوفق تدعم الأول أنا كيف نايم يا أخي إيه؟ أنا كيف نايم نوم ثقيل والله طلع والله ما تهو والله نوم مرة ثقيل كل اللي ما يقومون بسرعة حلهم بسيط عندي ناصر الله يهديه نايم احنا بالمطار الحين قسم بالله نسوي ما ندري سبايكي ناصر سحب علينا ونايم ابن الحلال والله سحب عليك بس امشي معي المدينة يا ابوي شل المدينة الرحلة راحت لا يا أمه امشي معي المدينة والله ابوي والله ما اروح المدينة هل يقولي انا هلك ابوك والله جات على يوم هذا الحساب سوشلي مسوي سحب على ثلاث سماعات ايربودز وثلاث ايبادات الشروط ما في شروط تقريبا بس الضيفه وعاد هو بيقول لكم تقريبا تدخل باللايف يسوي سحب بعد باللايف ان شاء الله بالتليفون تسوي معه الكابتن الله ينكبك يا ناصر كلهم الحين مسافرون بيخلوني بالمطار اديك على ناصر ما يرد علي ناصر اجرتني ناصر والله اخي وما ودي اسافر اخليهم ادري احس عشان شوي فودي انتظرهم شلون يقومون كله من البث تبثون الصبح ليه قروا شلون قسم بالله الحين القلاع اوكي اقول لهم وش معنى ولا لا ايش معنى اقول لهم وش اللي معنى هنا ولا لا هنا واحد الله جاتوا هدية كدوس من سارة مش اسمه هو مد كدوس بقدوس عجز تعرف اسمه هلو هنيك والله نبع عدوك تجيك هدية واخشي تخليها معنا حين اش تخمنا والله العظيم بلاشنا بهال كدوس مدري قدوس مدري عجز تعرف اسمه هو ذا يا اخوي نوريهم قل سبايك بياخ ها بتاخذ انت وقفك نوريهم كدوس مدري ايه دقوس 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 ايه باخذ من ها باخذ تاخذه ليه؟ باخذ يا حبيبي يبي خلنا ناخذه يا ابوي ما اهتم رماص ما نبي ها والله ما يبي خلنا ناخذه هو الدنيا هديه ناصر ايه خلاص جاته هديه والدنيا هديه والله ما قصر الله يسعدك يا سارة على القدوس من ذلك الدوس اشكر سارة والله ما قصرت دقوس دقوس ايه الله يسعدك سارة ايه اللي جبته؟ ايه والله العظيم انه ما شكرا واحد لي هي ثلاثة الى واحد لي واحد لك واحد ناصر لا لا اثنين لي واحد لك لا تعطي شيء يا اخوي رمان اثنين لي واحد لك خلاص ليش ثنتين ليش ثنتين كيف ليش وش ثنتين نص نص ابوي كيف الدنيا خلاص دن خلاص تم شكرا يا سارة الله يسعدك ناصر كلمني وقال لي راح انه يعني احنا بنحكي الساعة واحد تقريبا فبروح انا ان شاء الله باذن الله الحين من حرام اني ادفع مرة ثانية فبس والله ان شاء الله عاد هم بالله منهم جو الساعة واحد كذا ان شاء الله اني اذا كنت فاضي بستقبلهم باذن الله بس والله الرياض حظ الله ان شاء الله رايك بفقدك والله والله العظيم اني بفقدك يا حبيبي يا الله متى بشوفك مرة ثانية باذن الله حبيبي حبيبي الله الاحزان يا حبيبي
والله العظيم انه صدق يا اخي رجل بمعنى الكلمه حبيبي ما في ما يحتاج. الله يسعدك وان شاء الله نشوفك مره ثانيه. بس باقي شيء الدقوس. لا 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 الدقوس ده مسار. لا تقول ناصر خلاص معك يا ولد خاف الله يا ولد. يلا هذه سرقة عين عينك يعني ولا كيف؟ هذه سرقة. يلا ولكن نطلب منكم الآن إبلاغها أو وضعها على نمط الطيارة. شكرا لحسن تعاونكم. جلس انتظر ناصر عشان بيجي ياخذ القدوس مدري قدوس مدري مطول له نص ساعه ما جاء. يلا ان شاء الله الحين ينتهي. كل موقفنا عشان كذا يا راعي القدوس. يا هلا والله مرحبا. شوف نفسك امام كذا والله انا تعبانين. ها كيف حالك؟ شكلك طيب خير. هلا والله بمل. يلا حي شنطتي اعطوني شنطتي بعطيكم اعطيكم الكدوس. يا بعد قلبي والله ما فيها شيء رجع كلها يا ضاه ترى انت جاي عشان القدوس. ها الحين اعطيك القدوس حق ساره. تبي القدوس حق ساره؟ تبي القدوس حق ساره؟ انا اقول قدوس بعد. ان شاء الله بكره حلقكم شو البوم انتظرونا وش اسمه وش توقعون بالله التمثيل ها اللي يجيبها يطلع حداك معنا.